ومكفيين بباقي فقرات صباحنا غير. ووصلنا لمساحتنا القانونية رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم، بنعرف قديش رشا في أشخاص مؤذين بطبعهم، بنسمع بالمجتمع عن حالات البلاغ الكيدي أو الافتراء، قديش موجودة الحالات؟ أكيد نيرمين، ولكن اليوم القانون صار في تشريعات جديدة كرمال هاي القصة. اليوم مو أي حدا اليوم قادر إنه يروح يقدم هذا البلاغ. احنا كثير بنشوف، كنا نسمع انه اليوم فلان قدم معروض بفلان وفلان قدم بلاغ كيدي بفلان، وكان القانون يتصرف بترسيمات وتشريعات قديمه. اليوم رح نعرف اكثر شو هي التشريعات الجديده بخصوص هي القصه. صحيح رشا، والاهم نعرف كيف نتعامل مع هذا الموضوع بحال لا سمح الله حدا كان موجود في بلاغ كيدي، كيف ممكن نحن نتصرف وكيف القانون بيتعامل مع هذا الموضوع؟ اكيد هي التفاصيل رح نعرفها اكثر مع المحامي معاذ عجلوني. سعد صباحك. صباح اهلا وسهلا فيك استاذ. صباح الخير استاذ. سعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. عم نحكي اليوم عن البلاغ الكيدي، وكنا عم نقول بالمقدمه انه كثير كانت القصص من زمان انه اذا اثنين زعلين من بعض يروحوا واحد يأذي الثاني ببلاغ كيدي. يعني خلينا نفسر اكثر قانونيا يعني اليوم شو هو البلاغ الكيدي. تمام. هلا من حيث المبدا، السلطات القضائيه والشرطيه والجنائيه بتوجه المواطن دائما يتعاون معها بموضوع الابلاغ عن الجرائم، الابلاغ عن اي مخالفه، اي شيء بيمس امن المجتمع. ولكن هذا التعاون ما لازم يتحول لاتجاه سلبي او الشخصي او كيدي مثل ما اسمه، لنضر اشخاص بيكون بيننا وبينهم مثل ما بيقول تاتش هيك شخصي او تتعارض مصالح معينه. فبنستخدم السلطات الشرطيه والجنائيه والقضائيه للاضرار فيهم. فالبلاغ الكيدي هو اكيد ما بيكون لخدمه الجسم القضائي والمجتمع، بيكون للاضرار شخصيا للاخرين. هاي الحالات هي موجوده وللاسف يعني بسبب ظروف معينه بنشوفها موجوده بكثره بالمجتمع السوري ببعض الاحيان. خلينا نحكي لما الشخص بده يقدم افتراء او اذا ما نسميه بلاغ كيدي بحق شخص ثاني، مو المفروض يكون في براهين اليوم واضحه ولا لا؟ مثلا الشكوى هي بتتعامل مع الاول شيء الشكوى القوليه او الكلام، يعني انا لما اروح على اي جهه بنعرف انه كمان القانون يعني بيكفل او بيحفظ لي حق اني انا اشتكي او ادعي على اي حدا، كيف اليوم القانون قدر ميز بهي النقطه؟ تمام، بشكرك على السؤال كثير ذكي. السلطات القضائية مهمتها جمع الأدلة والمقارنة بيناتها وترجيح دليل على آخر. أما الأجهزة الشرطية والجنائية وأي سلطة مؤازرة للنيابة العامة ما مهمتها الفصل والموازنة بين الأدلة وترجيح دليل على آخر. خلينا نحكيها بشكل بسيط، قسم الشرطة بيسمع أقوالك على سبيل المعلومات الأولية، ما مهمته يبت بالموضوع، هي مهمة القضاء. فبيتعامل بموضوع الشهود، موضوع الدليل بالحد الأدنى. تمام؟ هون بيبين تمرس هالعنصر يلي عم ياخذ أقوالك، بيشوفك إنه صادقة غير صادقة. هذا طبعا ما بننفي انه بيطلب شهود احيانا، بيقول لك وين شهودك على هالشكوى، بس ما بيبت بموضوع الشاهد بشكل قطع بت. لا، هي مهمه القضاء. طيب استاذ، اليوم خلينا هيك نعطي مثال ونبسط بالمعلومه اكثر. اليوم انا فرضا نسين من الناس عملت فيه بلاغ كيدي وقدمته لقسم الشرطه. اليوم قسم الشرطه نحن بنعرف اليوم مهمته انه يكتب هذا الضبط ويحوله للنيابه. قبل النيابه بصير جلب للشخص اللي المدعى عليه، صح؟ تمام. طيب سابقا واليوم التشريعات اختلفت بالنسبه للمدعى عليه، يعني كان يعني من زمان كنا نعرف انه نسمع، اليوم انت حتصحح لنا هي المعلومه القضائيه، انه اي حدا بينكتب فيه معروض فاليوم الشرطه فورا بتروح لجلبه. اليوم نفس القصه او عم بيكون في تحقيق قبل جلب المدعى عليه؟ تمام، مثل ما كنا عم نحكي بيصير في سماع اقوال، تحقيق اولي. في حال انطلب احد الاشخاص مشكو منه او حتى احيانا بيكون شاهد مشتبه فيه، يعني بيحمل صفتين، فبيتواصلوا مع عناصر الشرطه بشكل شخصي بشكل هاتفي،
ما استجاب، فهنا بيرفعوا في بطاقة بحث بنسميها بالعامية نحن. طبعا هاي البطاقة البحث بدي نوه لشغلة، انه المشرع ما نص عليها قانونا، هي بتحكمها بلاغات وتعميم وزارة الداخلية والنيابة العامة. هي المفروض تكون محددة خلال 24 ساعة. ما اجى هذا الشخص تلتغى، لانه هي خروجا عن النص وخروجا للدستور، استثناء من مبدا الحريات مصان بالدستور. شغله ثانيه المفروض تتوفر ببطاقه البحث، موضوع الجريمه المشهوده اللي كنا عم نحكي فيها من شوي، انه الجريمه المشاهده رؤيه العين كما عرفها المشرع السوري. فضمن هالضابطين هدول الجريمه المشهوده وخلال 24 ساعه هي بطاقه البحث. ولكن الواقع بصراحه لا، ما عم يلتزموا فيه. بطاقه البحث عم تستمر لاكثر من 24 ساعه. تمام، وما عم يلتزموا بموضوع الجريمه المشهوده كمان. تمام، ويمكن هي فينا نسميه اذا فينا اخطاء بالتنفيذ، يمكن هي بتسبب كركبه للشخص، يعني اي شخص ممكن يتعرض لهذا البلاغ. اكيد هي حاله ما نعم محبذه ولا انا ظريفه تكون، وفي ضرر ممكن يوقع في اشخاص، يعني ممكن يكون ضرر نفسي كبير عليهم، ما كثير بيحبوا هي الفوتات. فخلينا نحكي اليوم القانون كيف تعامل مع الشخص المفتري او الشخص يلي عم يستخدم حقه بالادعاء بطريقه سلبيه. تمام، هلا الشائع بين العامة وحتى بين بعض القانونيين انه انا ما فيني برفع دعوى افتراء الا لما اخذ حكم بالبراءة او عدم المسؤولية او كده. لا، نحن فينا نرفع دعوى افتراء لمجرد بدء الملاحقة القانونية بالجرم الاساسي، يعني انه انا حدا ادعى علي بجرم سرقة. تمام، ماني مضطر انا انتظر لحتى اثبت براءتي قدام المحكمة وبعدها برفع دعوى افتراء، لا، لمجرد بلشت الملاحقة القانونية بحقي بجرم السرقة أنا فيني أرفع دعوى افتراء. فهي يعني كتير نقطة مهمة المفروض الناس ينتبهوا لها. تماما، يعني اليوم فينا نقول أنه دعوى الافتراء بتمشي مع الدعوى النظامية. تماما، بنفس الوقت قادر انه الشخص في له شروط كرمال اي حدا انه يرفع هاي الدعوى، يعني في شروط المفروض تستوجب حتى نقدر اليوم نحن نرفعها او اي شخص. تمام، هلا شروط الدعوه، اي دعوه، الدعوه العامه بشكل عام في مصلحه، الصفه الاهليه، السبب. بموضوع دعوى الافتراء خلينا نخصص شوي، المفروض تكون الشكايه الاساسيه، كنا عم نحكي على اتهامي بسرقه. المفروض يكون اتهامي انا اساسا جاي بمحضر او بضبط او بشكوى بالنيابه، بادعاء كيدي، خلينا نقول باي شيء، اي جهه ملزمه باخبار النيابه العامه بجرم ما. تمام، فالمفروض يكون بشكل خطي. تمام، موقع عليه. الشيء الثاني المفروض انه يكون الفاعل بيعرف تماما براءتي من الجرم المنسوب الي. الشرط الثالث قصد الاضرار، يعني يعرف انه انا بريء وقصد انه يضرني بهذا الجرم المسند لي. طيب اليوم القضاء ما بت بحكم بهي القضيه، يعني اذا بريء او لا، يعني فكيف اليوم يعني القاضي كيف حيتصرف قدامه دعوه مدعي عليه وهو بنفس الوقت هو رافع دعوى افتراء؟ يعني يعني ما في حكم عند القاضي، الرؤيه ما انا واضحه بالنسبه له بتكون يعني. تماما، بهذا الموضوع نحن عم نحكي يعني المفروض يكون في حكم طلع بهالخصوص. احيانا نروح ل احيانا بيكون في طور الملاحقه القضائيه وبتبين انا يعني شبه براءه لي. تمام، ولمجرد انا رفع دعوى افتراء فما اخذت كمان انا حكم بالنهايه، يعني ممكن الدعوتين تتماشى، ينظر فيها القاضي بنفس الوقت. تمام، طيب خلينا نرجع لموضوع اذاعه البحث، بطاقه البحث، كيف اليوم الشخص ممكن يتعامل معها برايك؟ يعني اذا انا بعرف ونفرض سين من الناس هو راح يقدم فيي هذا البلاغ وانا بعرف انه بده ياذيني، انا الي حق عنده او بده يضيع قصه معينه، كيف انا ممكن اتعامل معه؟ تمام، هون بدي احكي بشكل واقعي وعملي وبعيد شوي هيك عن النص القانوني الجامع. أنا كمحامي موكلي دعا
دق لي قال لي انا في شكوى بحقي من قسم الشرطه، اتصل في شرطي قال لي تعال على المخفر بناخذ اقوالك. هون انا ما بنصح محامي الموكلي انه ينزل فورا على قسم الشرطه لحتى انا انزل واتاكد شو الجرم المنسوب له، تمام، ما اعرف مدى خطورته، شو الدليل يلي حاكوا الشاكي ضده، جايب شهود ولا لا، تمام. فاذا كان الجرم بسيط مثلا ازعاج جار فبقول لهم زين خليهم يسمعوا اقوالك وما في مشكله. اذا قال لا الجرم اخطر والشاكي او المفتري خلينا نقول مجهز له يعني شكوى كما يجب وحاطط شهود وحابكها من كل الاطراف، بقول له لا انتظر خلي الموضوع يصل على القضاء. وحتى لو طلعت بطاقة بحث بالجلسة الأولى أو مجرد مسؤول أمام النيابة العامة فيني أنا أقدم له بطاقة ترك وبتلتغى إذاعة البحث وبتمشي المجريات الدعوة. شكرا، بنتشكر اليوم حضورك ولكل المعلومات القانونيه. وبالنهايه دائما نحن بنركز على نقطه انه القانون يعني خلق لحتى يحافظ على امن المواطن. شكرا لحضورك وصباحك حلو. يا هلا، صباحك.